أسامة صالح الفلان الفلاني. الحارس ما يفتح لك الباب إلا إذا كان معاك ورقة، في فتحة صغيرة ناظر شوف يدك ورقة يفتح لك الباب. أنا المتهم. لا لا هذه مو ورقة، يبغى يرد الباب وأمسك الباب بيدي وأسحب الباب يدفني، يوم دفني وأدف الأستاذ بقوة. السلام عليكم، مرحبا ومسهلا يا جماعة الخير. اليوم عندنا قصة. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسوا تضغط على لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. الله والله من زمان على القصص. قصة اليوم يا جماعة الخير حقيقية وواقعية، ما صارت معي شخص ثاني، صارت معي أنا. طيب الطالب إذا كان في صف ثالث متوسط، المرحلة هذه مرحلة مختلفة عن أي مرحلة، دائما مرحلة النهايات تكون مرحلة صعبة. سادس ابتدائي وثالث متوسط وثالث ثانوي، ليه؟ لأنك راح تنتقل من مكان لمكان. يوم من الأيام يا جماعة الخير كنت في ثالث متوسط، خلاص بخلص الدراسة. بعد ما تخلص الدراسة هذه المدرسة تكلم أبوك تقول له في مدرستين، تبغى تروح ذا المدرسة ولا تبغى تودي ولدك المدرسة هذه؟ المهم أنا ما كنت أبغى أدرس ثانوي، والله العظيم إني ما كنت أبغى أدرس ثانوي نهائيا. وش السبب؟ لأني يا جماعة الخير أحب أشتغل. استغربت صح؟ قلت مد أبوي يبا أبغى أدرس في المعهد المهني. قال لي غريبة، وش عندك أسامة؟ سلامات، وش فيك، وش صاير، وليه معهد مهني؟ طبعا أنا كنت مركز إيش على المكافأة، المعهد المهني كان يقدم مكافأة كل شهر. يبا أنا أبغى أكون ميكانيكي وأبغى أشتغل في المعهد المهني. قال لي أبوي والله أسامة بشوف برد لك. راح اليوم الأول، راح اليوم الثاني، راح اليوم الثالث، وانتهت المهلة اللي أبوي يوقع الورقة ويحط فيها صع المدرسة اللي اختارها لي. قبل التوقيع هذا بما يقارب ساعة ساعتين كنت في الشارع تحت، اللي أبوي يفتح شباك وسامة تعال ادخل جماعة خير البيت. قال لي تعال قرب، قال اسمعني خرابيطك ما بيها، واترك عنك التفكير اللي مو بزين، وادرس مع الناس في الثانوية علوم طبيعي. قلت يا يبا اقسم بالله العظيم اني ما احب ولا ابغى ادرس ثانوي، ما اقدر، واقعد اصيح عند ابوي ما اقدر يبا نهائيا ثانوي ما اقدر ادرس، يبا تكفى معهد مهني. قال لي معهد مهني عشان ايش؟ وش تبي بمعهد المهني؟ الناس تدرس ثانوي، اللي يبغى يصير طيار واللي يبغى. ابوي كان رافع الطموح لابعد درجه. قلت يبا انا ما ابغى، ابغى اصير ميكانيكي. طبعا يا جماعة الخير اول ترى ما في احترام الرغبات، لا لا هذه ترى لها يمكن 5 سنوات ترى حرفيا بدت احترام الرغبات، وكل واحد ما للفع يعني في نفسه، والابو ما يتدخل في ولده في بعض الاشياء في عمر معين، طبعا مو هو صغير، ولكن اقول لك احترام الرغبات كان منتهي ذيك الايام نهائيا. اللي اسمع خليك مع الرجال وادرس في الثانوي وترك عني خرابيطك ذي، يلا اقلب وجهك يلا يلا. والله العظيم ما يجيكم الا حرفيا العلم الصحيح. طبعا اخوكم في الله طلع من البيت زعلان، انا ما ابي ادرس، يا ليتني مو ولدكم. هذا الموال ترى يمر عند كل الناس. حاولت اعيش الشيء هذا مع نفسي مده اسبوع اسبوعين، حرفيا مثل ما قال ابوي اصمخ راسك الجدار وارض باللي راح تروح له. رضيت باللي راح اروح له، من شخص كان متفوق الى شخص بعد يبغى يدرس. والله العظيم كنت اداوم في اولى ثانوي وانا كاره ام الدراسه، والله ما ادري وش في راسي ذيك الايام، قسم بالله العظيم ما ادري وش في راسي، مو انا ذاك اليوم مو انا، رحت الدراسه بشكل كبير. المهم ادرس في مدرسه، والمدرسه هذه معروفه ما يدخل فيها الا المتفوقين، ونسبتي كانت كويسه يعني تدخل لي المدرسه هذيك بالراحه. عارفين ذيك المدرسه عباره عن ناس يعني المدير حقها يتنقى الطلاب، ابغى الطالب هذا وابغى الطالب هذا وابغى الطالب هذا. واخوكم في الله كان من مواهب الرياضيات. اي نعم انا من محبين ماده الرياضيات بشكل فظيع. سامة كان مدمن ماده رياضيات ما شاء الله لا اله الا الله. اولى ثانوي يا جماعه الخير واخوكم في الله يعني عيش الشعور معي اني انا كاره الدراسه لابعد درجه، يعني لو احد زل يمكن اطاق معه. كان في مدرس من الجنسيه العربيه ونعم فيهم كله، ولكن ما كان سعودي، كان من الجنسيه العربيه. يوم من الايام كان قاعد على الصبوره وكان يشرح هذيك تعرفونها اللي تي تي اف اف، هذه والله العظيم انها كانت في اولى ثانوي اول ما بدا المنهج الانجليزي الجديد اتوقع. المهم كنت يعني اعرفها من زمان، يعني انا كنت اعرف تي تي اف اف وتي اف وتي اف، هذه اعرفها من زمان. جاء ذاك اليوم على الصبوره المدرس دخل، السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا عندنا فكر تمام ان الطالب اللي يقعد ورا دائما داشر الا اسامه، طالب يقعد ورا بس دافور. لا تسالني كيف، غريب صح؟ هذه المرحله هذه بدت معي من اولى ثانوي، اقعد ورا ولكن دافور. المهم يا جماعه الخير دخل المدرس كتب على الصبوره كتب مساله، قلت ما يدل الاستاذ، يا استاذ تي اللي هي يا جماعه الخير صح او خطا يساوي صح، لو تكون هي صح وخطا يساوي صح، هذه خطا لان صح بعدين 8 خطا يساوي خطا. والله العظيم ان هذا الموقف سليم. قال الاستاذ لا غلط، ايش في غريبه، ما انتبه في شيء، المساله فيها شيء، في الموضوع صاير فيه شيء. انا قمت وعاندته، قلت كيف غلط يا استاذ؟ قال اقول لك غلط، من يعرف كذا ويسفهني كذا، من يعرف يا طلاب من يعرف. قلت استاذ انا اكلمك كيف غلط، علمني كيف غلط. قال لي بالمعنى الحرفي هذا، قال لي انت، انا اعرف ان هذه الكلمه سبه، والله العظيم اني اعرف هذه الكلمه سبه ولكن ما ادري ايش معناها. يوم قال لي زي كذا الا في طالب قال لي اسامه تعال تعال، خلاص اترك اترك اسوء اسوء مالك منه يا رجال، ترى والله ما ادري يعني انا كاره الدراسه، جاء هذا كرهني الدراسه حرفيا. قلت بس ارجع واقعد. المهم ينتهي الدوام يا جماعه الخير اولى ثانوي، اللي يمرني الوالد وياخذني وارجع معاه البيت، وانا ساكت وجهي متقلب، ابوي يحسب اني متقلب وجهي لاني انا ما كنت ابغى الثانوي، يحسب انه بعد شهر او شهرين رجع الموال هذا انه اسامه مع كره الدراسه، وجهي مكشوف.
الوالد يشوفني. قال سام فيك شيء؟ قلت لا يبا ما فيني شيء. متأكد فيك شيء؟ في احد متكلم عليك؟ لا 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 ما فيني شيء والله ما فيني شيء. ما في يبا ما في شيء. ليه؟ لان لو قلت اي فيني شيء بيقول انه قاعد يدور اعذار عشان يطلع من الثانوي. القصه ما بدت هنا يا جماعه الخير، تحسبون حد الان بدينا بالقصه؟ والله العظيم انه ما بدينا بالقصه ولا بدينا بالاكشن. المهم يوم الاربعاء يوم كان اجازه وانا كذا قاعد في الحاره لسال جارنا، قلت له معليش عندي سؤال. طبعا اذا كنت اسال كذا باحترام، معليش اخو ابو فلان عندي سؤال، ايش معنى الكلمه هذه؟ يناظر فيني كذا، مين قال لك الكلمه هذه؟ قلت والله استاذ، الاستاذ حقنا قال لي. اي وش اسم الاستاذ؟ اي مدرسه انت؟ وزعل، قلت بس الكلمه كبيره ذي. قلت والله المدرسه الفلانيه كيت كيت كيت. قال لي اسمع، اسمي ده ابوك ولا ما قلت؟ قلت لا ما قلت. تكفى لا تقول لابوي. الا ابوي. قال اسمعني، بكره ابغاك تطلع للمدير. تطلع المدير ليه؟ قال اسمع، ابغاك تطلع للمدير وتقول ميد مديرك انتوا تعلمون الادب ولا قله الادب؟ اذا قال ليه؟ قل الاستاذ الفلاني قال لي الكلمه هذه. قعدت اقلبها في راسي، قلت يلا شورك هدايه الله. قال لي اذا قال لك المدير خلاص انا راح اتحاسب معاه. قلت لا، مثل ما تكلم علي قدام الطلاب ابغاه يعتذر لي قدام الطلاب. يلا شورك هداية الله. طبعا كنت انتظر اليوم الثاني بكامل طاقتي، بكل ما اوتيت من قوة، لاني في ذاك اليوم كسرت وراح مني وسام الشرف الخاص بمادة الرياضيات. المهم ادخل المدرسة يا جماعة الخير، تو ما بدأ الصف تمام والطابور صباحي، واروح اتوجه المدير الله يذكره بالخير، حبيب طيب لين رجل كل شيء فيه حرفيا. في بعض المدرسين ما تنساهم. استاذ بس عندي استفسار بسيط، انتوا تعلمونا الادب او قلة الادب؟ اللي ناظر فيني قال سلامات يا ابوي، من مزعلك؟ انتوا تعلمونا الادب ولا قلة الادب؟ قال لي اكيد يا ابوي نعلمك الادب. قلت الاستاذ الفلان الفلاني قال لي الكلمة هذه. قال لي والله انها مو اول مرة كذا، نفس اللي يتحلطم كذا في نفسه. قال تراها مو اول مرة، خلاص اوكي انا راح اتفاهم معك. قلت لا، مثل ما غلط علي قدام الطلاب ابغاه يعتذر لي قدام الطلاب. يا ابوي سامحه ومدري ايش، هو كبير في العمر ولا لا. قلت والله يا استاذ اني ما سامحه. قال لي خلاص روح نادي الاستاذ. يروح نادي الاستاذ، يدخل الاستاذ، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ طيبين الحمد لله. استاذ المدير يقول له استاذ ليه تغلط على الطالب الفلاني هذا؟ هذا ابوه تاركه عندنا، وابوه رجال، وابوه كويس ومعروف، وتقعد تتكلم على الولد. استاذ صدع، انا والله ما فهمت اني ما ادري وزي كذا، وانا اسف، وانا 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 حقك علي. والمدير يصعدها، انا ثاني مره احذرك لا تتكلم على عيال الناس، عيال للناس أمانة. وأنا مبسوط أتذكر كذا، وفي صدى داخلي يقول مثل ما غلط عليك قدام الطلاب يعتذر لك قدام الطلاب، مثل ما حطك في الموقف الحرج هذا حطه في موقف أصعب من الحرج. قال لي أنا آسف. قلت ما يكفي للأسف يا أستاذ، والله إني قلتها كذا، قلت ما يكفي للأسف يا أستاذ، أنت غلطت علي قدام الطلاب اعتذر لي قدام الطلاب، أنا ما أقدر. بعدين فهمت. والمدير خلاص يا أسامة وما أدري إيش، صار ينادينا أبو صالح، أبو صالح خلاص. وأنا لا لا يعني لا، ليتني سامحتها بس ذاك اليوم. المهم يا جماعة الخير نرقى الفصل ولا رابع ولا رابع ثانوي نرقى يا جماعة الخير، ويدخل المدرس، وكان في مدرس انجليزي يشرح. معليش يا استاذ محمد، يا طلاب انا غلطت على اسامة وانا اعتذر قدامكم. استاذ انجليزي ناظر كذا، شو السالفة؟ ليه يعتذر له؟ انا اعتذر قدامكم. يناظرني استاذ، ها رضيت؟ بغيت اقول له لا بس قلت له خلاص رضيت استاذ. المهم اول كذا ما قفى وانا اطلع يسحبني، قال لي انت سويت فيني حركة تمام مو كويسة. قلت استاذ انت غلطت علي بعد. قال لي والله العظيم معنى من حركته وكلامك انه يقول والله العظيم لا اردها. يا ولد مستحيل ذا استاذ بيردها لطالب بزر، وهو مو بزر ولكن هو غلط عليه يتحمل. المهم المدرسه هذه كانت حكوميه يا جماعه الخير. المهم جاء ثاني ثانوي، جاء لحظه اللي الواحد لازم يشد فيه حيله، ثاني ثانوي وثالث ثانوي. المهم ثاني ثانوي وثالث ثانوي هي اللحظه اللي الطالب يشد فيها حيله عشان المعدل التراكمي، فيها قدرات، فيها تحصيلي مره واحده، زمان ذا الكلام. وانقل المدرسه اهليه، كانوا يقولون مدرسه اهليه هذه ترى كل شيء سهل ويتسهلون امورهم زينه، والدرجات لا تشيل هم، لا تشيل هم درجاتك مره راح تجيب درجات لا تشيلها. المهم واحد من عيالي يا جماعه الخير من اخوياي في الفصل قال لي سامه ايش رايك ننقل المدرسه الفلانيه هذه؟ قلت كيف وش وضعها وكم في السنه؟ قال والله فيها مبلغ. قلت والله ما ادري يا ابوي بيوافق ولا ما راح يوافق، والله ما ادري يا اخي تكفى، ولكن بشوف. واطلع المدرسه ذاك اليوم واطلع البيت، قلت يبا ابغى المدرسه الفلانيه هذه. وشو له انت دراستك كويسه خلك في الحكوميه وما ادري ايش. يبا ابغى المدرسه الاهليه. قال توعدني تجيب درجات كامله؟ قلت بس عندي. راح ابوي طبعا من حرص فيه راح يسالها كيف المدرسه وكيف وكيف. كان خويه مرشد طلابي داخل المدرسة، كلم خويه قال له المدرسة وضعها تمام، أبدأ نجيب ولدك ما في مشكلة. أسامة ياخذ ملفه وياخذ ورقته ويودع الطلاب اللي هناك، يلا عن إذنكم أنا السنة الجاية ما راح أكون معكم، أتمنى لكم التوفيق، راح أنقل. كان إيه يا جماعة خير، كنت ناقل في الفصل الأول، أول ما درست الفصل الأول أول أسبوعين بعد انقلت، إن كل الطلاب كانوا يقولون بننقل بننقل بننقل. المهم وأطلع يا جماعة خير المدرسة هذه. المدرسة هذه يا جماعة خير في الصف اللي أنا درست فيه كانوا مدرسين كويسين، ولكن يا جماعة خير في ثالث ثانوي تغير كل شيء. ثاني ثانوي يا جماعة خير كانوا مدرسين مرة كويسين.
ثالث ثانوي يا جماعه الخير صار موقف فظيع. في لحظه الصلاه الحصه السادسه فكر كان اثنين او ثلاثاء، وانا نازل كذا مع الدرج الا احصل استاذين راقيب مع الدرج، يعني انا اشوف ظهرهم كذا جايين تمام، وانا كذا اللي يجون معي وجه بوجه. المدرس اللي قلت له اعتذر لي قدام الطلاب ناظرني نظره كذا وناظر قدام كمل طريقه. جماعه الخير نبضات قلبي زادت، وصلت اتوقع 190-180 نبضات قلبي. توترت لابعد درجه وناظر في الاستاذ، الاستاذ ناظر فيني. خوي قال فيك شيء اسامه؟ قلت لا والله ما فيني شيء. وانا اصلي ما ادري صلاتي ذاك اليوم قبلت ولا ما قبلت، كلها خوف رعب. قلت يا رب انه ما يدرسنا، يا رب انه ما يدرسنا. لان يا جماعه الخير في ثالث ثانوي قعدنا ما يقارب 3 أسابيع بدون مدرس رياضيات، وانا قلبي يضرب ضربه يضرب ضرب. قلت بس اسامه حلت النهايه، وعد ابوك انك تجيب درجات حلوه. وجاء المدرس اللي كنت متمشكل معه، ولكن الشيطان يجيني يتك على جنبي يقول والله شكله نسى، مدرس كبير فهمت مو فاضي للسوالف دي، والله شكله نسى 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 نسى. سامة لا تصير مريض صدقني، المدرس هذا نسى. وجنبي واحد ثاني شيطان ما ادري شو اسمه اللي جنبي هنا، ويقول لا والله انه ما نسى. عليه بالحرام هذا ما يخليك، هذا بهينك اهانات ما قد شفتها، هذا بيصلي بك شرك، هذا بهين المستقبل عندك. وش تسوي سامة؟ تنقل ولا شو تسوي؟ متى بيجينا؟ متى بيدرسني؟ ما ادري ما ادري نهائيا. المهم يا جماعه الخير الحصه السابعه يهوجس اسامه ينتظر بس الطلعة، واطلع يا جماعه الخير اليوم الثاني كان عندنا حصه رياضيات. كانت الحصه ممكن الثالثه والرابعه، حصتين ورا بعض، كانت 6 حصص في الاسبوع، اي 6 حصص في الاسبوع حصتين ورا بعض. المهم وانا قلبي يدق 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 شوي الله يسلمكم، الا اشوف كذا في فتحه كذا من عند الباب كذا تشوف المدرس اللي جاي، الا جاي الوكيل. السلام عليكم طلاب كيف حالكم؟ طيبين؟ قلت والله الحمد لله. انا قلت بس خلاص الحين راح يقول حصه فاضيه تكفون انتبهوا بحط عريف. قال ابشركم جاكم مدرس جديد. وقلبي يدق قلت بس شو السالفة يا ربي أسامة ايش سويت ايش سويت؟ قلت ريب سامح قلت. إلا يدخل المدرس، أهلا يا طلاب كيف حالكم أخباركم؟ تمام الحمد لله يا أستاذ. أسامة متلطم عشان ما يعرفه، يعد الأسماء. فك اللطمة أنت فك الغطرة خلني أشوف وجهك، فك الغطرة خلني أشوف وجهك، فك الغطرة أنت خلني أشوف وجهك، فك الغطرة. شاف وجهي ما سوى أي ردة فعل، قلت الحمد لله بس ما يعرفني الحمد لله. قال يلا خلنا ناخذ أسماءكم نتعرف عليكم. أنا قلت هاي ليش أغير اسمي ولا إيش أقول؟ محمد سعد خالد فهد كل اسماء فهد علي محمد سعد فهد عدوا كل اسماء صف الثاني ولا لا 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 جا عندي قال ايش اسمك؟ قلت اسامه. صالح. يوم قلت اسم العائله قال فاكرك زين. انا انت فاكرني زين؟ ايه فاكرك زين. انت اللي كنت في المدرسه اول ثانوي درستك؟ قلت وين يا استاذ؟ قال اول ثانوي المدرسه اللي ورا هرفي. شلون انت مدرسني؟ ايه لا معلم لا تشيل هم. قال لا تشيل هم امورك ان شاء الله زينه ان شاء الله زينه. تي انا استاذ انا طلع كذا كيام يا استاذ تعرف انك نص صغار وكنا استاذ ايش فيك يا استاذ؟ هذا واحد جوا يقوله ما قلت انا، هذا واحد جوا قاعد يسولف مو انا. يا استاذ لا تصعد هون اخوك يا اخي الامور يعني سهلات. قال لي ايه ان شاء الله سهلات. بعد بريك يا جماعه الخير. المهم قال لي ايه ذكرتك زين. هو واضح انه ما نسى نهائيا، اول ما قال ذكرتك زين ويزيد كميه الخوف عندي. الان ما ادري هل المدرس هذا اصبح مسالم او انه يبي ينتقم لحد الان. قلبت الموضوع في راسي بيني وبينكم كذا قاعد في الصف ورا قاعد تقلب الموضوع في راسي وش صاير وش اسوي وش ما راح اسوي. قلت اقول اسامه خلها على ربك وتوقع المدرس هذا ما راح يشخصنها لذا الدرجه لانه مدرس كبير مره يوصل عمره ممكن في 50 سنة. قلت ما في مشكله يا ابو صالح مشي الليله. والله يا جماعه الخير واستمر الاسبوع الاول الاسبوع الثاني المدرس اللي لاحظته من اسلوبه شفت انه حاد مع الفصل كامل ارتحت شوي. اوكي هذا المدرس اسلوبه تغير صار مع الفصل كله ما يجامل فاكيد انه يعني ما شخصنها معي بس انا فعجبت فيه حرفيا المدرس هذا. يوم شفت وضعه كذا عاد وكنا تاكين في الفصل مثل ما قلت لكم انا كنت في الاخير. مدارس الاهليه يا جماعه خير ترى كانت بيوت اول ما كانت يعني مدارس كبيره مره. كنت انا وين في الصف الاخير ولكن ترى قريب لم الصبوره بشكل كبير. جمعت اخوياي اللي حولي وقعدت اسولف. طبعا اخوياي كانوا ما يقارب 5 أشخاص وفي ناس عاد في الجهه الثانيه ولكن الفصل مثل ما قلت لكم ضيق مساحته والله العظيم اذا كنت يعني ماني ناسي اتوقع انه 6 في 4 والفصل ما يكفي الا 18-17 طالب. جمعتهم كذا قلت لهم تدرون يا عيال شفتوا مدرس الرياضيات اللي درسناه؟ ايوه يا استاذ محمود ما في اي استاذ محمود ما غيره. تدرون يا جماعه الخير صار لي معاه موقف في اول ثانوي وتحمسون اللي معاي وش صار وش سالفته والموقف هذا زين او شين. تسمعوا المدرس هذا يا جماعه الخير تدرون انه تكلم علي وقال لي يا عيال قال شلون؟ قال يا اخي المدرس محترم. قلت بس انه ما ادري ايش فيه ذيك الايام. المهم وقلت لهم السالفه اني رحت المدير وقلت ما ادري المدير ابغى الاستاذ هذا يعتذر قدام الطلاب والاعتذار جاء من الاستاذ وهو مغصوب ما جاب رضاه وزعلان علي وكان كنا يتوعدني ذيك الايام. الا واحد من العيال يقول سامة صدقني نسى وينك؟
حبيبي انا شفته قبل اسبوعين وهو قاعد يقول لي ايه فاكرك زين انت اللي تدرس في المدرسه اللي وراها هرفي. انت مستحيل ينسى. انسى شو السوات شو راح تسوي؟ قلت ما اتوقع انه راح ينساني نهائيا لاني انا سببت موقف وسخ حرفيا، ولكن والله يا جماعه الخير انه من حقي صح ولا لا؟ والله العظيم بعد ذاك اليوم الاستاذ تغير جذري من شخص كان يعاملنا يعني باسلوب رسمي الى شخص صار يعاملنا بحده، وخاصه انا كان يعاملني بحدة فظيعة. أعلمكم واحدة من الحرفية من الأسلوب اللي كان ينرفز. طبعا ذيك الأيام كانت عام 1432 أو 33 حدودها، يعني قبل ما قارب 11-12 سنة. رفعت يدي قال نعم، قلت الأستاذ عادي أطلع دورة مياه؟ قال لي لا شوي بنخلص الحصة. أستاذ والله ضروري لازم أطلع دورة المياه. قال لي أتوقع كلامي مفهوم، نزل يدك وانتظر لين تنتهي الحصة. طبعا الشخص اللي يكون مدرسة أهلية تجيه نزعة. نزعة وش؟ نزعة أنا يعني أنا داخل بفلوسي أدرس وما يوديني دورة مياه وأبغى أطلع دورة مياه، ويقول لي لا مشكلة كذا. وبعدها يا جماعة خير يمكن بدقيقتين قلت ساد ما أقدر أبغى دورة المياه لازم أطلع. قال لي يلا أطلع 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 وأطلع دورة مياه يا جماعة خير وخلص حاجتي وأنا داخل الفصل. ما قعدت ولا ثلاث دقائق يمكن في دورة مياه وأربع دقائق. قال لي متأخر روح وقف عند الوكيل. شلون يا ساد؟ قال روح وقف عند الوكيل كلامي ما ينعاد. المهم يا جماعة خير واخوكم في الله وانا رايح غرفة الوكيل. الشيطان اللي كان معاي يوم اول ما جاء الاستاذ وكان يواسيني وواحد يهددني ركب هنا. قال لي اسامة اقسم بالله العظيم ان هذا المدرس ما نساك. الله انه ما نساك. في الله روح الوكيل. وادخل عند الوكيل استاذ فهد. استاذ فهد السلام عليكم. استاذ الرياضيات واشرح له السالفة. قلت استاذ الرياضيات طلعني ومدري ايش الا شو يقول لي. قال لي اسامة ترى المدرس كبير وراعي سكر فلا تضغط عليه. قلت اقسم بالله العظيم يا استاذ اني انا ما سويت له اي شيء، وانا يا جماعة خير ترى والله العظيم طبيعتي محترم والله اني ما اطبل نفسي، ولكن كنت ساكت هادي بعض الاحيان اكون مشاغب مشاغبات بسيطه ومو ذيك المشاغبات الاوفر. اللي قال لي الوكيل سامه يا اخي هذا رايد فصلكم مفروض تحترمه. قلت سامه زليت. قال سامه بيجي الحين ومشي الامور معاه ترى شوي هو عصبي لا تضغط عليه وتوتره. قلت له والله يا استاذ فهد اني انا احترمه واقدره، ولكن قلت له اني ابغى اروح دوره المياه المره الاولى بعد دقيقتين. قلت له المره الثانيه بروح دوره المياه، ويا استاذ انا ابغى دوره المياه صدق ماني جاي الف وادور، بعدين انا كويس مادته يعني. والله غريب ترى الاستاذ له 3 اسابيع عندنا وامور الكل يمدحه ويقولون تدريسه كويس ما ادري ايش. انا اقول في نفسي والله انك ما تدري يا استاذ. شوي اللي تخلص الحصه ويجي الاستاذ يمسكني الاستاذ من هنا. سامة لا تصير معاي عبيط، العباطه هذه اتركها. الاستاذ اقسم بالله ماني عبيط. الاستاذ فهد يقول يا استاذ معليش تكلم معاه يعني شفهيا لا تمد يدك عليه او تخنقه من هنا. طبعا تعليم اول مو الحين. سامة لا تصير عبيط. والله يا استاذ اني ما فيني شيء، والله مالي دخل، انا قلت لك بروح دوره المياه. يا استاذ انت ايش فيك علي؟ يا استاذ وانا عاد هنا بديت ابغى لطف الجو لانها اخر سنه. وش تد الحديث معاه؟ انا علمتك الاستاذ، انا كبر ابوك مفروض تحترمني. يا عيال اقسم بالله اني صدعت، والله هذا بس اللي سويته انه بس رحت دوره المياه من ذاك الموقف. بدا الاستاذ ينظر لي اني انا شيطان، بدا الاستاذ ما عاد صار كني لي اي احترام، بدا الاستاذ ما يراني اي شيء، صار مخيف بالنسبه لي، صار مرعب. ترى في الثانوي صغير اعتبر صغير، اولى ثاني ثالث ثانوي صغير توني على شخص عمره في 48-50، بعدين ما شاء الله يديه كبار يعني كف واحد يمسح الملامح. بدا شخصا صار رائد الفصل، صار يا جماعه الخير يستقعد لي على كل شيء، وبعلمكم احد المواقف. طبعا الا الدرجات ما يقدر يستقعد لي فيها، الدرجات ما يقدر يستقعد لي فيها لان فيها تصحيح فيها مراقبين وفيها كل شيء، ولكن ما كان يتساهل مع فصلنا بسببي انا. هذا الشيء حط علي ضغط كبير. في يوم من الايام يا جماعه الخير دخل الفصل قال لنا الاستاذ تدرون ان فصلكم الوحيد اللي راح يعني من كلامه اني راح استقعد له استقعاد فظيع ولا راح ازود احد اي درجه. ويتكلم زي كذا الفصل كله يناظر فيني كذا. اكيد اسامه فهمت امستم اكيد اسامه لا حول ولا قوه الا بالله. اخوياي اقسم بالله العظيم ان اخوياي كلهم قلبوا حياه الفهد. يا استاذ ما لنا دخل، اذا كان في طالب واحد يعني ما ياثر على المجموعه وما ادري ايش. اللي يبغى يزود درجات ينقل من هذا الفصل بس. قلت هذا بيتوحد بي، الانسان راح ينفرد بي. المهم في يوم من الايام اجتمع المدير مع المدرسين. اجتمع المدرسين كي تجي حصه ياخذون من الفسحه والحصه، اجتمعوا مع بعض. كل رائد فصل يحدد من العشر الاوائل اللي موجودين عنده، يعني يبغون يطلعون من ثالث ثانوي العشر الاوائل كلهم فهمتوا. يعطون كل طالب ورقه، كل ورقه مسجل فيها اسم الاستاذ. المهم طلعوا من الاجتماع ذا وزعوا الاوراق علينا ذولي، قالوا العشر الاوائل اللي درجاتهم فوق 98 ياخذون الاوراق ذي. وانا في الترم الاول يا جماعه خير كان انا درجاتي فوق
98 واخذ الاوراق هذه. طبعا رحت عند مدرس الفقه، مدرس التوحيد، مدرس ايش بعد، مدرس القواعد، لا النحو، مدرس النحو والادب، مواد كثيره كانت مريت عليهم كلهم. قلت هذا المدرس راح اخليه اخر مدرس، ما راح اروح له على طول، راح اخليه في الاخير. مريت عند كل المدرسين، وقعوا لي جميع الاوراق بلا استثناء، يدرون اني شخص متميز عندهم في الفصل. ايوه اخر واحد استاذ محمود. السلام عليكم استاذ محمود، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله امورك زينه. استاذ محمود هذه حقه حرفيا التوب 10، تمام؟ يعني بلغه عاميه التوب 10 في المدرسه. ابغاك يا استاذ توقع بس جنب اسمك اني انا طالب كويس ومنتظم. نظر فيني كذا قال كل الاستاذ وقعوا. اوكي خلاص انا راح اوقعها باذن الله، وراح اخليها عند المرشد على طاولة المرشد. المرشد قلت لكم بداية الحلقة ان هذا خوي ابوي. يا سلام. قلت خلاص استاذ ما في مشكلة، قلت بس شكله حبني الاستاذ، حبني انا ما ادري، ما ابغى ظلمه، والله العظيم ما ابغى ظلمه. الورقة ما انحطت عند المرشد. جاء اليوم الثاني رحت للمرشد يا جماعة خير عشان اخذ ورقة. قلت له استاذ خالد السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب الحمد لله يا رب. استاذ خالد هل استاذ محمود حط عندك ورقة امس؟ وينها؟ قال والله ما ادري، دور على الطاولة ذي. وادور على الطاولة دور ما في شيء. ايوه واجتماع المتفوقين الحصة الثانية، وابحث وابحث وانطلق ادور استاذ محمود، ما لقيته ما لقيته، فريت ما ادري وين اختفى. المدرسة كانت كبيرة ترى، كبيرة كبيرة مرة. استاذ محمود يا ابن الحلال وينك؟ ما لقيته يا جماعة الخير. يجتمعون الله يسلمكم المتفوقين وانا ما جبت الورقة، شلوني من اسم المتفوقين. ما ادري استاذ محمود مستقصد او انا اتوقع ان نسى نعذره ونقول له نسى. رحت اكلم المدير قلت له ان استاذ محمود اعطيته ورقه هو اخر واحد وقع. قال سامة لا تحاول، لازم ورقه موجوده، لا تحاول نهائيا، لو تحاول من اليوم لبكره ما في، لازم تجيب ورقه عشان ادخلك مع الموهوبين وتطلع معهم رحله حقت كذا، يودونك عند كذا نفس يا اخي مبنى حق التعليم، في نفس المصادر، في نفس كذا، فهمتوا؟ قلت يلا لعل الموضوع يعني قبل، قلت يلا لعل الموضوع يعني ان ما كتبت زي كذا وارجع الفصل. اللي جنبي اخويا اسامه غريبه ما رحت. قلت والله استاذ محمود اعطيته ورقه ما ادري. غريبه انا توني شايفك، توني شايفه كشايفه تحت. والله قال لي والله. وانطلق سبرنت وانزل مع الدرج، كان فصلنا في الدور الثالث، نزلت لين الدور الارضي. صدق وحصل الدكتور محمود في نفس السيب، بشرح لكم السيب تمام. سيب كذا طويل يمشون بس في اثنين، يمشون ثلاثه حق كتف وكتف، والسيب هذا يطلع مع باب المدرسين. استاذ محمود استاذ محمود قال لي بعدين بعدين بعدين، بيطلع مع الباب بعدين، وفي طلاب داخلين متاخرين استاذ محمود عشان الورقه، ويطلع عياله ويقفل الباب، والحارس ما مستحيل يطلع لك، مستحيل لو تموت. قلت طيب طيب انا اتوقع ان حليمه ما خلت عادتها القديمه، وارجع الفصل يا جماعه الخير كذا وانا داخل الفصل الا في طالب كذا واقف عريف. قلت عايد ادخل، ناظر فيني كذا قال ايه كذا، ادخل وسكر الباب. احسه كنا مشخصنها. شفت الشخص هذا اقول لكم كنا اللي اقول لكم مشخصنها، صار هو ولد الاستاذ، واحنا يا جماعه الخير ما كنا ندري نهائيا، ما كان يبين لنا ولد الاستاذ ولد الاستاذ. ليلا في طالب يقول ترى اشوفه يركب مع الاستاذ نفسه. قلت بس هو اللي نقل العلوم، هذا كان دباب الديره اللي نقل العلوم يوم كنت اتكلم لهم، والاستاذ تغير علي تغير جذري، قال لي يقول لهم مواضيع قديمه. يقول كذا عرف السبب بطل العجب. طيب سامه والله العظيم يا جماعه الخير شخصنها، شخصنها مع الاستاذ هذا. في يوم من الايام شوف انا بعترف اعتراف الحين، يا رب ان الوالد ما يشوف القصه او عيال عمتي، يعني ان شاء الله انهم ما يوصلونها، وعيال خالتي. قلت يا جماعه خير في ثالث ثانوي، في ثالث ثانوي يا جماعه خير اذا غبت يرسلون رساله لمين؟ لابوك. اتفقت مع واحد اعرفه ويقرب لي، قلت له اسمع ابيك تروح الوكيل. الله اني اسف، ابيك تروح الوكيل. قلت راح اقول له معليش استاذ ابغى اشوف الرقم اللي حاطه اسامه اللي يرسل عليها الرسائل، وذاك الشخص اكبر مني طبعا. قال لي قال لنا ابوه يقول ترى ما توصلني رسائل غياب. شو يطلع الرقم اللي هو رقم ابوي تمام المحطوط. قلت قل للوكيل ان هذا الرقم مو حق ابو اسامه، هذا رقم اسامه، وبدل الرقم وحط رقمي وتضبط الخطه يا جماعه الخير. وحط رقمي، صرت اغيب كل يوم اربعاء بدون ابوي ما يدري. ليه اغيب كل يوم اربعاء؟ تحسبون كذا غايب؟ لا، لان عندنا حصتين للاستاذ البثر هذا، الاستاذ اللي ما هو استاذ، اول استاذ قابله في حياتي مره سيء. يوم غير الرقم صرت اغيب كل اربعاء كل اربعاء كل اربعاء، صرت اغيب. المهم يوم من الايام يا جماعه الخير انكشفت اني انا مغير الرقم. المرشد الطلابي قال ميد الوالد انه تغير الرقم، طلع لا توقع في النظام انه سامه تغير رقم ابوه، ما ادري حط رقمه وهذا مو رقم ابوه وهذا ابوه خويي. انا هنا اكلت تبن، الحين ابوي مستحيل يصدق اي حرف اقوله له. شوفوا كيف بديت افقد الثقه مع حرب داخليه. انا ما غبت يعني بدون سبب، والله كنت اغيب بسبب الاستاذ هذا، كثر ما ادرس عنده راح ينقص عندي درجات. الناس اللي تغيب اقسم بالله كان يعطيهم درجات كامله. في يوم من الايام يوم اربعاء هو عندنا حصتين يا جماعه الخير، اتذكرها كانت ممكن الثالثه الرابعه. المهم يا جماعه الخير اخوكم في الله قرر يوم من الايام ينحاش من المدرسه، ولكن وش الاسلوب؟ كني حرفيا في مسلسل الهروب من السجن، بريزن بريك. وش الاسلوب اللي راح تتبعه اسامه عشان تهرب؟ واقعد اراقب التحرك
التحركات طبعًا ما راقب، ولكن أقول لكم يعني أمثل وقعد أراقب التحركات إن الحارس الأمن لازم ورقة مختومة من عند الوكيل عشان يطلعك، أو واحد يتصل على المدرسة يقرب لك ويطلعك. قلت الحين من اللي موجود عندي أقدر أتصل عليه ويجي يطلعني؟ حرفين ذاك اليوم ما في أحد وراقب، قال خلاص لازم ورقة. المهم يوم من الأيام أجي عند الباب حق الحارس، خلاص بنحاش ماخذ شنطتي نازل من الدور الثالث ذاك اللطمة بنحاش. الحارس ما يفتح لك الباب إلا إذا كان معك ورقة، في فتحة صغيرة ناظر شوف يدك ورقة يفتح لك الباب. شفتها من الشخص اللي قدامي أشر له كذا معاه ورقة وفتح له الباب. المهم جيت قلت له افتح الباب، قال وين ورقتك؟ قلت هو وينها؟ ركب ورقة أجيبها ثواني وبجيك. ورقة جماعة خير وأجيب ورقة إي فور من المصادر وأقصها وأخذها معي. من هنا بدأ الأكشن، شوفوا أقص معي هنا بدأ الأكشن. وانزل يا جماعة الخير مع الدرج تك 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 تك، والأستاذ يناديني مسوي نفسي مستعجل، دقيقة دقيقة أستاذ وبجيك، ثواني ثواني الوالد موجود، ثواني بس الوالد موجود تحت. وانزل تك 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 تك، وأنا ماشي مع السيب كذا شرقت جبت الورقة جبت الورقة. ويفتح الباب وفاتح الباب أصلا المدرس بيدخل، سبحان الله سبحان الله يا الآي كيو. شفت الأستاذ بيدخل حركة الحين صارت سلو موشن، ارتفع ضغطي صدعت بديت أركز أناظر، الثانية أصبحت 20,000 ثانية، الوقت صار بطيء صرت أركز بأسلوب دقيق مرة. رفعت كذا راسي وتنفست يعني بطيء مرة. الأستاذ يناظر فيني كذا قلت هذه الورقة، والأستاذ يناظر كذا في الورقة ويناظر فيني لا لا هذه مو ورقة، ويبغى يرد الباب وأمسك الباب بيدي وأسحب الباب. طبعا يا جماعة خير أتكلمكم عن شخص ترى كنت دب أنا ما ممكن دب ومتعافي، وأسحب الباب إلا الأستاذ يدفني، يوم دفني وأدف الأستاذ بقوة قسم بالله ما يجيكم للجد، وأدف الأستاذ ما أدري عشاني صغير أشوف إن الدفة قوية، وأنا أدف الأستاذ يصيب مثل ما قلت لكم ضيق ويصقع كتف الأستاذ في الباب، وأسحب الباب والحارس كان ماد يده يبغى يقفل الباب وازرق. الباب طبعا كان كبير شوي، انا حق بابين حق نفرين يمشون وازرق. اسامه ينادين الاستاذ اسامه، انا ظل فيه كذا قلت قلت نعم ارجع اقول لك الحين واسفه ارجع واسفه. طبعا اليوم يوم اربعاء، خميس بقعد شايل هم، جمعه بقعد شايل هم، السبت الوعد خايف، وسأل الأساتذة وسأل الطلاب على الأستاذ وين ساكن، أبغى أعرف أبغى أصلي معاه أبغى يصيدني بالغلط أبغى يصيدني برا المدرسة، لأنه وشو لو رحت المدرسة راح يدري أبوي، يعني راح أنطق 30 مرة، أبوي إذا طقني يطقني 50 مرة، والأستاذ يمكن يفطرني 10 مرات، والمدير يمحطني لين أذن. المهم أبوي شخص يا جماعة الخير، الوالد شخص حقاني. ليه شخص حقاني؟ هو يا جماعة الخير غلطت على الناس بتاكل تبن، لا مو تاكل تبن، ممكن أقصى مراحل العقاب تتكسر عليك ألواح خشبية تنطق في البيت، إيه بيجيك ضرب، إيه تنطق والله العظيم تنطق والله العظيم تنطق. وجاء يوم السبت أخوكم في الله أخ شنطته ورايح المدرسة، سوي نفسه مجنون ولكن البعير ما نسى. أول ما دخلت في الصف الأول كنت توني داخل الآن عطابور الصباح، 1 2 3 واحد استعد، 2 انتباه، 3 مدري وشو، 1 استعد، 2 انتباه، 1 استعد، استريح استعد استريح. إلا شوف المدير شو السالفة، إلا الوكيل مرشد طلابي بعدين مدرس دق وقف جنبهم، أنا المتهم. إيه هبوط يا جماعة الخير. أسامة صالح الفلان الفلاني يتشرف أمام الصف ويطلع لنا الآن، وأنا ساكت أناظر وكل المدرسة يا أخي ناظرون فيني، أسامة صالح يعيدها الفلان الفلاني يطلع الآن، وأطلع وكنت خايف أرتبك. مدير ماسك المايك كذا، طبعا الطالب اللي تشوفونه قدامكم الطالب هذا يا جماعة الخير مد يده على المعلم ونحاش من المدرسة يوم الأربعاء، وهو يقول مد يده مع المعلم للطلب شو السالفة، وتكلم على المدرس وأسقط المدرس. يا ولد أقسم بالله أني ما سويت ذا الشيء. قلت يا أستاذ شو السالفة، الحين راح تعرف السالفة الحين وعدك قريب، أنت بالك ما يمشي عندي، والله لو تكون اللي تكون ما راح أخليها تمشي. المرشد الطلابي واقف على اليمين مع مدرس الرياضة، ولد ذا ولد صالح خوي ذا شو السالفة، والله عارف الولد ذا مسكين ذا طيب يا رجال، عز كذا يقول نفسه طيب ذا والله مرة عارفه زين مستحيل تبدر منه الأشياء ذي. المهم وش الكلمة، أعذر من أنذر، توقع زي كذا راح ينطق فلكة بعد الصلاة وراح يتم فصله من المدرسة نهائيا ولا يرجع للمدرسة هذه. آخ النهايات يا نهايات المحبة آخ. يسحب لي المدير قط ساحبني تمام مديني غرفته، غرفته طبعا رقم سري وبصمة، يفتح الباب
ندخل اقعد مدرس شوي بيجي. سويت يوم الاربعاء؟ وش سويت يوم الاربعاء؟ من انت وباي حق مد يدك على احد من مدرسيني؟ تبون صدق؟ المدير هيبه، ركزوا معي، هيبه مخيف، كاريزما، حضور، قوه، كاريزما طاغيه، نار تطلع من عيونه. انا اقولكم الصدق، لان المدرس هذا فيه رهبه ربي معطيه اياه، او المدير هذا ربي معطيه ذا الرهبه، انك تشوفها من مشيته ما شاء الله لا اله الا الله. ولا كلمه. هات رقم ابوك استاذ، والله هات رقم ابوك. يس رقم ابوك، اقول لك رقم ابوك. اخلص 0-5 هذا الحين 5-1 خوف. ما تبي تقول صح يا استاذ؟ والله اخر مره يا استاذ، اخر مره. طيب افتح يدك، طا طا رقم ابوك الحين. سبحان الله، شوي لا يدخل المرشد اللي كان تحت. اهلا اهلا، هلا ابو فلان، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. هلا اسامه، كيف حالك ابوي؟ طيب الحمد لله يا رب. والله الحمد لله يا استاذ. ايش فيك وش انت مسوي؟ طبعا اول ما قال ايش انت مسوي ارجع لايكيو، اشتغل عندي لايكيو يا جماعة الخير. قلت ايوه هذا منفذي الوحيد، روبي الوحيد من المدير القوي هذا، المرشد الطلابي هذا. يا استاذ وما ادري ايش، والله والله والله. وقاعد يستمع المدير، قلت والله اني ما سويت كذا، واني المدير اعطاني وجه. قال يعني كيف المدرس بيكذب؟ قلت لا ما راح يكذب، بس انا بقول لك السالفة، بس اول شيء يا استاذ ما ابي ابوي يدري. نظرني المرشد يعرف انه ابوي، يا ويلي لو صادني الوالد النهايه العظمى. قلت اهم شيء ابوي ما يدري يا استاذ. قال لا المرشد طلع، ما عليك ما عليك، انا عارف ابوه. يقول ما يدري المدير، انا عارف ابوه، ابدر انا محل ابوه. وش سالفتك يا ولدي؟ يلا سولف. قلت يا استاذ الاستاذ هذا تمام يبغى ينتقم مني يا استاذ. قال لي كيف يبغى ينتقم منك؟ قلت يا استاذ هذا درسني في اول ثانوي وقال لي كيت كيت كيت. والمدير؟ اي صح، المدير قبلها جمعه خير قاعد يكتب ورقه التعهد ورقه الفصل. ورقة عاد ورقة الفصل. ايوه كمل ويكتب. قلت وش بعد؟ قال وش بعد؟ قلت يا استاذ ان هذا يبغى يقهرني. قال ليه؟ قلت ان هذا درسني في اول ثانوي وانا تكلم علي وقال لي الكلمه الفلانيه هذه، ورحت قلت ميد المدير هذا الشخص لازم يعتذر لي. المدير ينظر فيني، قال خليته يعتذر قدام الطلاب؟ نظر فيه قلت اي خليته يعتذر قدام الطلاب. نظر مصدم فهمتوا؟ قال انت خليت المدرس يعتذر لك قدام الطلاب؟ قلت اي مثل ما غلط علي يا استاذ قدام الطلاب يعتذر لي قدام الطلاب. ما يهمني العمر انا، ما يهمني سواء كان كبير او صغير، يفرض احترامه يا استاذ. ترى ايه جمعة الخير، تراني ملسون ايام الثانوي، ملسون مو ملسون، اعرف اتكلم اعرف اسولف. يحترمني يا استاذ، ليه قل ادب معاي وانا ما سويت شيء، انا كبر ولده. مع شوي كلام مع شوي مسكنه واسلوب، تمسكنه حتى تمكن وادخله باسلوب. يا استاذ وهذا الموضوع؟ قال اسمع مدير لو طلع كلامك كذب اقسم بالله العظيم. عيد كلمته هذيك الثانيه، اعذر من انذر، ادري كذا ولا اقسم بالله ما تدرس ثانوي الا بعد 10 سنوات، وانا اعلمك كيف خفت انا. قلت والله يا استاذ ان الكلام هذا صحيح. قال من شاهدك ذا الشيء؟ قلت شف موضوعي قلته للمدير الفلاني الفلاني في مدرسه الفلانيه الفلانيه. اتصل له يا استاذ، طبعا المدراء يعرفون، ترى اخويا بعضهم يعرفون في المدرسه، يعرفون اللي حولهم. يتصل عليه، هلا ابو فلان كيف حالك؟ طيب الحمد لله. تجيني تمرني المدرسه قريبه؟ هي ترى بينهم يمكن 10 دقائق او 8 دقائق. قال والله العظيم اني يعني زي اني ما اقدر، بس وش السالفه وش الموضوع؟ قال تعرف الطالب الفلاني الفلاني؟ قال ايه عارفه. وش فيه عسى ما شر؟ ولا الطالب هذا كويس، انا اسمع مشغل سبيكر. قال طيب تعرف المدرس؟ قال طيب تعرف مدرس محمود مدرس ماده الرياضيات كان عندكم؟ قال ايوه معروف. قال طيب هذا الطالب بينه وبين الاستاذ مشكله صحيح؟ ايه او لا؟ قال بينه وبين مشكله، والله ما اتذكر يعني بينه وبينه مشكله. الاستاذ محمود كويس والطالب كويس. واخذ الجوال يا جماعه الخير، قلت له استاذ استاذ تسمعني انا اسامه، تتذكر يا استاذ يوم اجيك في الصف الاول في الحصه الاولى واقول لك انت تعلمون الادب او قله الادب؟ قال الله الله. طبعا الله الله هذا ايش معناه؟ يعني تذكر هو الله الله. ايه تذكرت الله الله يا بالله اني متذكره. اهلا يا ابوي كيف حالك؟ ذاك يا الله لا يا اخي ذاك عسل عسل عسل، بعض المدرسين لا ينسونه ابدا. قال له اي نعم يا استاذ، يكلم المدير الحين، هذا المدرس غلط على الولد والولد اجبر المدرس ومن حقه. اقسم بالله انه كفو انه يخليه يعتذر مثل ما غلط على لا اله الا الله الطالب. اخي ناظر فيني المدير ويناظر فيه المرشد، قال لها كذا باللهجه دي، مو انا قايل لك هذه لهجتنا كلنا يعني، مو انا قايل لك يا ابو فلان هاي يسويها عارفه زين. يا حبيبي يا استاذ يا حبيبي عارفه زين ذا ولد صالح. المهم يا جماعه الخير، قلت بس. قال لي طيب انت دافع الاستاذ؟ قلت لا جحت. ليه جحت يا جماعه الخير؟ لو قلت دافع بيفصلني.
سواء كان من كان بيفصلني بس قلت لا ما دفيته. قال طيب وش تتوقع يعني نسوي مع الاستاذ؟ طبعا جماعة خير هو يقول لي هل ندف الاستاذ؟ ذكرت حارس الامن انه ورا الباب ما شافني وانا دفه ما شافني لين انه كان ورا، مش ما اقدر امثل لكم اياها ولكن ما انتبه لي. قال طيب وش تبي نسوي مع الاستاذ المدير هذا؟ اول شيء قال لي اول كلمه هذه اتذكرها، قال اسامه انا غلطت في حقك المدير، قلت لهم قدام الطلاب ان هذا راح يفصل وهذا سوى كيت 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 كيت، اول شيء ابغاك تسامحني. طبعا هذا الموضوع مدير ذو قوه وهيبه وكاريزما طاغيه يقول لك تسامحني؟ يا استاذ انت مثل ابوي لا تقول كذا، الله يرحم والديك، ما بيننا نفس الاسلوب مو كذا ولكن نفسه، بينت لنا ترى كنت نفس ابوي، ما اقدر اقول لك شيء، هل انت مسامحني؟ وابشر بالعوض. ولكن وش تبي نسوي مع الاستاذ؟ انا استرست. ايش تبي نسوي مع الاستاذ؟ يا استاذ انا ما ابغاك تسوي شيء مع الاستاذ، انت تصرف وانا مالي دخل. ولكن يا استاذ هذا ما راح يخليني انجح وراح يدقر لي واقول له سالفه العشر الاوائل. يا استاذ تدري انه حارمني من العشر الاوائل؟ يا استاذ انا معدلي 99.70 ولا صرت مع العشر الاوائل ولا كرموني ولا ودوني مع المواهب، صرت افض. ارتحت تحت المدير تفضل بعدين هو محترم ناظرين قال تتكلم جد انت؟ قلت اي والله. نادي الاستاذ، نادي الاستاذ تعال استاذ محمود تعال تعال. قفل الباب طبعا كنا هذه الحصه الرابعه، قال روح فصلك وارجع كذا، يجي عند الباب تك 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 بصمة طيط وندخل ويقفل الباب. قال له انت مانع الطالب هذا انه يطلع مع الموهوبين؟ قال كيف؟ قال انت مانع الطالب هذا انه يطلع مع الموهوبين؟ عطاك الورقه بعد ما عطيتها ورقه قلت بحطها عند المرشد وان قلنا لكم تسلمون توقع الورقه وتعطيها الطالب. ايوه انا ضيعت ورقه. قال استاذ قال ميدا المدير استاذ هذا الطالب مثل ولدك، شفته ولدك احمد؟ هذا نفس ولدك احمد، صدق صار احمد هذا ابوه محمود. يا استاذ خلك مقام، خلك ذو مكانة، كان المعلم أن يكون رسولا، خلك لطيف، هذول طلاب يصنعون المستقبل، لا تسوي معهم كذا يا أستاذ. أستاذ تغير المدير من شخص قوي إلى شخص حنون وموجه وتربوي، حرفيا كادر فظيع ذاك المدير. أنا أعتذر المدرس، أنا أعتذر أني نسيت مدريش، بس هو دفني. جماعة خير كني أكلم طفل، شخصنا صدق 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 شخصنا صدق، بس هو دفني ولازم يتعاقب. إذا أنت ما عاقبته أنا راح أروح الوزارة أخذ حقي من الوزارة. قال للمدير طيب وش يثبت؟ عندك شيء يثبت؟ تلفت. طيب ترفع وش يثبت؟ في أحد شافك؟ قال الحارس. راح سأل الحارس قال لا ما شفت. صدق هو ما شاف الحارس، يوم شاف فيها شهادة ما شاف، وصدق ما شاف. قال يلا وش يثبت يا أستاذ؟ المهم يا أستاذ راح نتكلم مع مالك المدرسة بإذن الله، وعقدك ما أتوقع أنه راح يطول معنا، كذا كذا قدام الطالب هذا ما تدرسه نهائيا، لو في درجة واحدة انقصته بما انه طالب متفوق، لو في درجة انقصته الفصل الاول تعطى الدرجة كاملة. عرف انه مشخصنها عاد مشخصنها مرة. وانت يا اسامة ابوي روح فصلك والحصة السادسة تعالي. قال له يا جماعة خير انتقمت وادخل كذا الفصل بقوة دف الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اقعد. استاذ الاحياء كان حبيب مصري، حبيب عسل عسل عسل. انا طبعا اسمي اسامه ويحب اسامه ويحس اني مصري، فهمتوا مثلهم. يا اس الاحياء الاسفنجيات كان يدرسنا اتوقع، والله ما ادري ايش كان يدرسنا. يا اسي. ويقعد يا جماعه الخير لين الحصه السادسه، الا المدير. الحصه السادسه واروح المدير انا اعتذر واسف على كل ما بدر مني، وبكره موعدنا باذن الله طابور صباحي. الحين بس بيجي التعويض واجي يا جماعه الخير اليوم الثاني، متحمس. اللي ابوي يسوق بي وينزل معاي المدرسه، اضرهم متصلين على ابوي، المرشد اتصل على ابوي، ادخل المدرسه يا جماعه الخير. قال لا بنزل معاك اسامه، المدير المدرسه مكلميني يبغون يكرمونك. الله 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 انتصر الحق اخيرا يا جماعه الخير. المدير السلام عليكم، صباح الخير طلابي الاعزاء، امس انا غلطت شخصيا على الطالب هذا وطلبت منه السماح وسامحني، والكلام اللي امس قلته عن الطالب الفلاني غير صحيح نهائيا بتا، وانا اعتذر لكم لاني ما تحققت موضوع بشكل كويس، والطالب هذا حرم من المشاركه مع الطلاب المتفوقين وراح يتم تعويضها الان. يا سلام. الوالد كان بعيد ناظر مبتسم يحس الولد القوي ذا، مش الولد القوي. اول هديه اعطوني يا جماعه خير 500 ريال كاش، هذا الشيء الاول. شيء ثاني المدير، هذه اول هديه وثاني هديه والاخيره، الشخص هذا يعفى من رسوم ترم كامل. الله الله يا جماعه الخير الظالم ينصر، والله العظيم ان الظالم ينصر. هذه القصه يا جماعه الخير علمتني مهما ظلمت واضطهدت في يوم من الايام راح تنصف،
وما يصح الا الصحيح. اشوفكم في امان الله، كان معكم اسامة صالح، واذا وصلنا لهذا المكان وهذا الزمان ما ضغطت على زر اللايك والاشتراك، اضغطي على زر اللايك والاشتراك واكتب لي تعليقك تحت في خانة الكومنتات. اشوفكم في امان الله يا جماعة الخير، مقطع جديد، سلام عليكم.